واخيرا تحديث 15.20 نزل معنا ونزل معه اشياء خرافيه جدا، اهمها سكين ترافيس سكوت والسكين السري الخاص بالسيزون 5 شابتر 2 والسلاح الشوتجن الجديد اللي كل الناس عم تسال عليه، حاليا صار متوفر معنا بالماب وبعض الاشياء والميزات الجديده. فكمل المقطع بالاخر لتعرف كل شيء نضاف بهذا التحديث، لا تنسى تحط لايك تكتب كومنت حلو ليوصل المقطع لكل مكان، وتشيروا بين اصدقائك وتشترك وتفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد. ويلا مع بعض، فهلا والله بسكان الطابه الارضيه وفيديو جديد. تحديث 15.20 اجى معنا باشياء مختلفة جدا وكتير اشياء ملخبطة وسكنات وشغلات اضافية بالنسبة للسكن السري والميزة الشهرية الخاصة بالسكن باللو. ولكن مبدئيا اول شيء خليني احكي لكم بالنسبة للاحجام للتحديث هذا، الاحجام رح تكون كالاتي بالنسبة للبلايستيشن 5 و4 ورح يكون من 2.5 ل3 جيجا بايت، وبالنسبة للاكس بوكس 1 بحجم 3.2 جيجا بايت، والبي سي 2 جيجا بايت، والموبايل 900 ميجا بايت، والنينتندو سويتش 1 جيجا بايت. هي بالنسبة لجميع التحديثات والاحجام بالنسبة للتحديث 15.20 يلي اليوم انضاف معنا بتاريخ 13/1. ولكن هذا التحديث اجى معه اشياء خرافية جدا، خليني اول شيء ابتدي لكم باول خبر اللي حيفرحكم جدا يلي هو سكن ترافيس سكوت. كل الناس عم تسأل عن سكن ترافيس سكوت والحزمة تبعه، من وقت ما كان معنا الحدث الخاص بترافيس سكوت اللي كان معنا من فترة طويلة لحد هاي اللحظة ما نزل سكن ترافيس سكوت ابدا بالايتم شوب. السكن اليوم تم تأكيده داخل ملفات اللعبة وتم تجديده وقادم معنا على الايتم شوب بالايام القادمة، يعني بدي اياك تجهز لحالك الايام القادمه رح يكون معنا سكن ترافيس سكوت بالايتم شوب. فلو ما كان معك في باكس حاول توفر في باكس وتشتري لهذا السكن، وطبعا انت رح تشتري هذا السكن بكود دعم بالايتم شوب ديمو 9 اللي ظاهر امامك وتشتري السكن، واخيرا رجع عدد السكن اللي كل الناس بتسال عليه. وبالنسبه للاضافات للسكنات والرقصات، بهذا التحديث ما كان في اي رقصات او سكنات زايده بهذا التحديث، يعني الشغلات بسيطه جدا مثل مظاهر امامك، هي جميع الاضافات والستايلات اللي تم تنزيلها بالنسبه لهذا التحديث. بهذا التحديث تم إضافة شوية بيكاكس على شوية سكنات وشوية جلايدر، طبعا كل هذا اللي رح أعرض لكم إياه بالترتيب ورا بعض وأرجع لكم. بالنسبة للسلاح الجديد اللي اليوم انضاف معنا، تم اضافة معنا 2 سلاح جديد بالنسبة للتحديث هذا. هذا التحديث اضاف معنا اليوم شوتجن واضاف معنا 2 بيستول باسم الاكزوتيك وابن. هدول السلاحين يا شباب بالنسبة للشوتجن مثل مظاهر امامكم رح يكون عندنا شوتجن بندرة الرير لندرة الليجندري، هي بالنسبة لجميع الاسلحة اللي موجودة اللي تمت اضافتها بالماب. هذا الشوتجن بتلاقيه بشكل طبيعي داخل الماب، يعني مثله مثل اي شوتجن، وهذا الفيديو اللي بيعرض لكم كيف رح تكون طريقة لعبه، فشوفوا شلون لعب فيه وبرجع لكم. وبالنسبة للسلاح الثاني اللي هو باسم البيستول اكزيكوتيك وابن، هذا السلاح يا شباب رح يكون موجود مع بوت داخل الماب، يعني مثل كل الاسلحة الجديدة اللي موجودة مع البوتات، هذا السلاح بتروح بتشتري سواء ب 1000 ذهبة او 500 ذهبة حسب سعره موجود معنا بالماب. رح تلاقي بمنطقة جديدة لحد هلا ما تم تحديد المنطقة بالضبط او مع اي بوت بيكون موجود، المهم هذا السلاح رح تلاقيه مع البوتات، فان شاء الله انا رح جربه ونزل عندي بالقناة فيديو جيم بلاي كامل عن هذا البيستول وارجيكم اياه بشكل كامل. هاي بالنسبة للإضافات والسكنات والأشياء الجديدة اللي تمت إضافتها معنا بالماب كبيكاكس وسكنات وأسلحة. ولكن هلا خلينا ننتقل لشيء جديد قادم معنا اللي هي ميزة اللوكر. ميزة اللوكر الجديدة يا شباب تم إضافة خانة جديدة مثل مظاهر أمامك بعبارة عن 30 يوم.
هاي الخانة يا شباب بتخليك انك انت تورجيك السكنات اللي انت استعملتها خلال 30 يوم، يعني مدة شهر. كل الاسلحة او البيكاكس او الاشياء اللي انت بتستخدمها داخل اللعبة لمدة 30 يوم بيورجيك اياها هون، يعني اكتر سكن بتستخدمه بيكون موجود من التوب الاول بالنسبة لهذا الشيء. هذا الشيء عبارة عن فلتر سكنات، يعني كل سكن بتستخدمه بشكل كتير بيطلع معك هون امامك مشان انت يسهل عليك تلاقيه، لانه في بعض الناس بيكون عنده سكنات كتير فما بتلاقي السكن بسرعة. وبالنسبة للسكن السري، السكن السري اللي كل العالم عم تحكي عليه ولحد هاي اللحظة مو معروف، السكن السري اليوم تم الكشف عنه بشكل رسمي. السكن السري هذا هو اللي ظاهر امامكم باسم المفترس بالعربي. هذا السكن يا شباب رح يكون معنا سكن سري، واول شيء هلا حاليا نزلوا معنا ثلاث اشياء خاصه فيه. اول شيء نزلوا البانر تبعه، وثاني شيء نزلوا الايموجي او الرقصه تبعه اللي هي عباره عن ايموجي صغير، وثالث شيء نزلوا معنا السبراي تبع هذا السكن. هدول هو بالنسبه للاشياء اللي تمت اضافتها للسكن السري. ولكن السكن رح يكون بهذا الشكل وبشكل مؤكد، رح يكون له اثنين ستايل. الستايل الاول رح يكون بقناع، والستايل الثاني رح يكون بلا قناع. فالسكن الثاني اللي هو بلا قناع شكله كثير مرعب وسئيل جدا بالنسبه لهذا السكن، ولكن السكن بشكل عام خرافي جدا، هذا السكن تبع الفيلم. فشو رايكم بهذا الشيء؟ هل هو فعلا حلو موديله كسكن سري ولا عادي، ولا انتم ما عاجبكم نص نص؟ فاكتب لي تحت رايك بالتعليقات كسكن سري. هيك بالنسبه لحنا حكينا عن كل شيء اضافات تم اضافتها بالنسبه معنا لهذا التحديث، واخر شيء تم اضافته معنا اللي هو الشيء الخاص ببطوله الاف ان سي اس. طبعا بطوله الاف ان سي اس كلياتكم بتعرفوا انه هي بتنبث على تويتش او على اليوتيوب، سواء من شركه فورتنايت يعني او عند ناس بتنبث. كيف بدك تحصل هاي الهدية اللي ظاهرة امامك؟ هاي الهدية يا شباب بكل بطولة بينزل معنا ظهرية جديدة. اول شي طلعت معنا البنك، وتاني شي طلعت معنا الزرقاء، وتالت شي اللي صار معنا الاورنج بالنسبة للف ان سي اس. كيف تحصل هاي الشنطة؟ كل عليك انك انت تفوت تتابع بطولة الف ان سي اس، وتكون رابط التويتش مع ايبك جيمز تبعك، وتفوت تشاهد تقريبا ساعة او نص ساعة وبتاخد هاي الظهرية اللي ظاهرة امامك. حاليا هي لسه الف ان سي اس بدها وقت شوي، فمو موضوعنا انه هلا نحن نشرح عن البطولة وكيف تحصل الاغراض. طبعا انا رح نزل لك فيديو تفصيلي كيف تربط وكيف تزبط وكيف تاخذ بالنسبه لهذا الباك بلينك، وكل شيء كامل قبل البطوله بكم يوم مشان يكون الوضع تمام. فلا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس مشان تشوف هالاشياء اول ما تنزل، وتعرف كيف تاخذ الاشياء بالنسبه كباك بلينك وهدايا مجانيه. كود دعم بالاتم شوب بمتسع اللي ظاهر امامكم، وبرعايه الله.